أهلا بكم من جديد، ونبدأ مع الشأن المحلي، حيث تفضل معالي الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بافتتاح فرع رامز هايبر ماركت الجديد في منطقة الجفير مقابل مركز جامع أحمد الفاتح الإسلامي، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفراء ورجال الأعمال. وقد اطلع معاليه على أبرز أقسام الفرع الجديد وما يحويه من سلع وبضائع تلبي كافة احتياجات المتسوقين من المواطنين والمقيمين. وقال رامز العواضي رئيس مجلس إدارة مجموعة رامز العالمية إن نموهم في البحرين يتحقق بفضل رؤية القيادة الرشيدة والبيئة الاقتصادية الصديقة للاستثمار وقدرة موظفيهم على تقديم خدمات ذات جودة عالية وفق معايير رامز العالمية. وأكد العواضي أن مجموعة رامز العالمية تشجع دائما على توظيف العمالة البحرينية في جميع فروعها مع سعيها المتواصل لرفع عددهم خلال الفترة المقبلة. ومع افتتاح رامز هايبر ماركت الجفير يصبح للمجموعة 6 فروع في مملكة البحرين و40 فرعا على مستوى منطقة الخليج العربي وآسيا. ممتازة، التسهيلات ممتازة جدا. نشكر سيدي صاحب الجلالة الملك حمد، ونشكر سمو رئيس الوزراء وولي العهد التنمية الاقتصادية، الأمور كلها ميسرة والحمد لله. بادرة إيجابية المنافسة، الواحد يصحح أخطائه في السوق، يشوف أين الخطأ ويصححه، والبقى للأفضل، اللي بيقدم خدمة أفضل هو الربحان. فرع رامز الجفير في يعني في كثافة من البضاعة أكثر، وفي كل الأذواق، لأنه في سياح من كل الدول ومن كل الجاليات، عشان كذا رامز الجفير يختلف عن باقي الفروع لأنه الأذواق تختلف من مكان لمكان. احنا عندنا دائما متمسكين بكلمتنا صرخة في وجه الغلاء، مهما كانت المنطقة، مهما كان أي مكان، سعر رامز ثابت في كل مكان، مهما حتى لو تغيرت الطبيعة والبيئة كاملة. بالطبع نسبة البحرينيين زودناها عندنا، يعني أغلبهم لما تفتر على الفروع، سواء فروع في الرفاع ولا في المحرق ولا حتى هنا في الجفير، بتشوف الحين بدأنا أغلبيتهم بحرينيين. ثمن معالي الشيخ محمد بن خليفة الخليفة وزير النفط التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه بضرورة مراعاة احتياجات المواطنين من خلال الإعفاءات وعدم تحصيلها على السلع والخدمات الأساسية. وقد أكد الوزير في بيان على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بعدم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على قطاع النفط والغاز ومشتقاته ضمن السلع والخدمات الأساسية المعفية من ضريبة القيمة المضافة. وقد نوه الوزير بأن الوزارة أو وزارة النفط على استعداد تام للتأكد من سلاسة سير عملية تزويد المشتقات النفطية ووصوله إلى المستهلك عند تطبيق القيمة المضافة بحسب السعر الحالي وتطبيق الإعفاء الذي اشتملت عليه مشتقات النفط والغاز. كما أشار معالي الوزير إلى مراجعة آليات التطبيق بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الفترة التجريبية لتطبيق القيمة المضافة. والآن نتابع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نتابع النشرة مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، ونبدأ مع بورصتنا المحلية، حيث استقر مؤشر البحرين العام في نهاية تداولات اليوم دون تغيير مقفلا عند مستوى 1313 نقطة. وشهدت التداولات اليوم انخفاض مؤشر قطاع الاستثمار، وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 3,928,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 451,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 79 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية بنسبة 84% من إجمالي التداولات.
أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد خيم اللون الأحمر على الإغلاقات نتيجة انخفاض أسعار النفط وضعف المعنويات العالمية بسبب المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي. نبدأ مع سوق المالية السعودية التي شهدت تراجعا بمقدار 0.6 نقطة المئوية لتقفل عند مستوى 7717 نقطة، حيث شهدت التداولات اليوم هبوط جماعي لقطاعاته الكبرى. نتحول إلى مؤشر السوق الأول في بورصة الكويت التي أقفلت بتراجع بنفس تراجع السوق المالية السعودية عند مستوى يقارب 16 نقطة مئوية مقفلا عند مستوى 5272 نقطة بتأثير من تراجع أسهم قطاع الاتصالات بشكل رئيسي. سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد تراجعا بنسبة 0.35% ليقفل عند مستوى 4800 نقطة، وكان أبرز المتراجعين قطاعي الاستثمار والخدمات المالية. سوق دبي المالي كان الرابح الوحيد في تداولات اليوم بارتفاع بنسبة تقارب 13 نقطة مئوية لتقفل عند مستوى 2467 نقطة، مدعوما بارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية. سوق مسقط للأوراق المالية شهد تراجعا كان الأكبر في إغلاقات اليوم بتراجع بنسبة 0.76% ليقفل عند مستوى 4312 نقطة بتأثير من تراجع مؤشر القطاع المالي. تسلم روبوت آلي وظيفته الحكومية في السعودية، وذلك في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، حيث تم تسليمه بطاقته الوظيفية ومهامه المطلوبة. وحضر الروبوت أول اجتماع بحضور وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى ومحافظ المؤسسة الدكتور أحمد الفهيد وأعضاء مجلس الإدارة. وسيسهم الروبوت في خدمة العملاء عبر جهاز تقييم إلكتروني وإيصال رسائل لزوار معارض وأنشطة المؤسسة. أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر أن مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج المحلي الإجمالي لمصر بلغت نحو 80 مليار جنيه خلال العام المالي 2017-2018 مقابل نحو 70 مليار جنيه خلال العام المالي الذي سبقه. وأوضح وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر الدكتور عمرو طلعت خلال مؤتمر جمعية اتصال أن حجم نمو القطاع بلغ 14.1% خلال العام المالي السابق، فيما سجل نمواً غير مسبوق خلال الربع الأول من العام المالي الجاري. وشدد الوزير على اهتمام الوزارة بتنمية مهارات وقدرات الشباب عبر توسيع وبناء كوادر فكرية ثرية في كافة أطياف قطاع الاتصالات. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. أثرياء العالم يخسرون أكثر من 511 مليار دولار من ثروتهم خلال المال العام المالي الجاري وفقا لتقرير بلومبرج. صدق مجلس الشيوخ الإيطالي على موازنة العام 2019 التي كانت محور خلاف مرير مع بروكسل. وتضمن الاتفاق الحفاظ على نسبة عجز موازنة إيطاليا لعام 2019 عند نسبة 2.04%. وكان الاتحاد الأوروبي قد رفض خطط الموازنة الأولوية التي كانت ستنطوي على زيادة نسبة عجز الموازنة بصورة كبيرة، وجرى تقديم ما يطلق عليه بالتعديل الكبير على مشروع الموازنة بعد الأخذ في الاعتبار التغييرات التي تم الاتفاق عليها مع بروكسل أمام لجنة الموازنة بمجلس الشيوخ يوم الأربعاء الماضي. أعلنت الصين عن جولة أخرى من تخفيضات الرسوم الجمركية بعد خفض ضرائب الاستيراد على أكثر من 700 سلعة من أول من يناير المقبل. كما أشارت وزارة المالية الصينية إلى تخفيضات أخرى في بعض التعريفات الجمركية على الصادرات. وتتطلع الصين إلى خفض التكاليف بالنسبة للمستهلكين وتنفيذ وعود الرئيس شي جين بينغ بالانفتاح العالمي أكثر. وستكون أسعار التعريفة الجمركية المؤقتة منخفضة وقد تصل إلى نسبة الصفر لبعض السلع.
هذا وتعد هذه هي الجولة الثالثة من تخفيضات الرسوم الجمركية التي تم الإعلان عنها خلال هذا العام. تزداد المخاوف من وقوع أزمة مالية عالمية جديدة بحلول العام القادم 2019 بعد مرور نحو 10 سنوات على الأزمة المالية الأخيرة، وتشهد الأسواق المالية تخبطا وتراجعات قياسية، وكذلك هبوطا في أسعار النفط وارتفاع مستويات الدين وغيرها، مما ينذر بحدوث أزمة مالية مرتقبة. من جانبه، حذر البنك الدولي من أن العالم ليس في انتظار عاصفة مالية وحسب، بل لا يبدو أنه يقف على استعداد لاستقبالها. ومع حلول العام المقبل سيكون قد مر 10 سنوات على آخر أزمة مالية شهدها العالم في عام 2008، وهي أزمة بقيت في الأذهان لسنوات، إذ اعتبرت الأسوأ من نوعها منذ الكساد الكبير عام 1929. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. خسر أثرياء العالم نحو 511 مليار دولار من ثرواتهم خلال العام الجاري 2018 بعد فقدان الأرباح الضخمة القياسية التي حققوها خلال النصف الأول من نفس العام، وفق تقرير لوكالة بلومبرغ الأمريكية. وبحسب مؤشر بلومبرغ للأثرياء، هوت قيمة ثروات الأغنياء إلى 4.7 تريليون دولار لغاية 21 من ديسمبر الجاري. وتأتي تلك الخسائر رغم أن ثروات أغنى 500 شخص في العالم كانت قد حققت مكاسب قياسية خلال العام الجاري، مستفيدة من تفاؤل المستثمرين مع اتجاه صعودي لسوق الأسهم العالمية.